خلينا نروح زي ما قلت لحضراتكم، هي كانت جلسة طريقة وكان فيها الحقيقة جوانب كتير مختلفة. هروح لشهادة أخرى ورأي آخر، اللواء يحيى كدواني وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب. مساء الخير سيادة اللواء. أهلا يا فندم، أهلا بك ومشاهديك الكرام، وأنا حضرتك عضو لجنة الدفاع والأمن القومي. طيب اهلا بحضرتك يا فندم. خليني برضو يعني من خلال الحقيقه يعني وجود حضرتك في هذه اللجنه المهمه، نحن اليوم نتحدث بانه ما يحدث ايضا في قطاع غزه، وهي غزه نفسها هي امن قومي بالنسبه لمصر. كلمنا عن هذه الجلسه وعن هذه الجمله تحديدا. طبعا هذه الجلسه جلسه طارئه، عقدت بدعوه من المستشار رئيس مجلس النواب للنظر في ما يحدث من جريمة العصر في الأراضي الفلسطينية، وتأييد الرئيس السيسي فيما يتخذه من توجهات لعلاج الموقف المتأزم والحفاظ على الأمن القومي المصري والحفاظ على مقدرات الشعب الفلسطيني والممرات الآمنة لتوصيل المساعدات الإنسانية. مصر موقفها ثابت ولا استراتيجية واضحة تجاه المشكلة الفلسطينية، ومصر تحملت ما لم يتحمله آخرين في مواجهة هذه القضية من عام 48 حتى الآن. خضنا حروب، يمكن المشاكل الاقتصادية اللي احنا بنعاني منها حاليا كانت تبعات للتحملات اللي تحملتها مصر والشعب المصري تجاه القضية الفلسطينية. مصر موقفها ثابت وترتبط بمعاهدة السلام في الوقت الذي نضع خطوط حمراء تتعلق بالمساس بالأمن القومي المصري. سيكون هناك قولا آخر إذا ما تم المساس بالأمن القومي المصري، وده اللي أوضحه سيادة الرئيس وتوجهاته تجاه هذه الأزمة. بنناشد الأمم المتحدة والحكومات التي ترعى الإنسانية في العالم كله أن يقفوا إلى جانب الشعب الفلسطيني المحاصر في نطاق ضيق في غزة، وتوصيل المعونات الكاملة له ومساعدته، والضغط على إسرائيل للتوقف عن هذه المجزرة اللي هي بتخالف الشرائع السارية في العالم وتناهض حقوق الإنسان أكيد. طيب خليني في وجود حضرتك سيادة اللواء، خليني في وجود حضرتك اسمح لي أسألك سؤال. يعني كلنا تابعنا، يمكن سيد الرئيس كان بالأمس في المؤتمر الصحفي مع يعني المستشار الألماني، ويمكن سيد الرئيس أراد إيصال رسالة مهمة جدا، يعني مفادها طبعا أنه يعني هذه البلد ومصر وأمنها لها شعب، وانه الشعب كمان، لانه دائما السيد الرئيس يعني يملي بانه شعب مصر هو مشارك في امن مصر ومشارك في قياده مصر، وانه الشعب لو طلب منه سياده الرئيس بانه يعبر عن ده الناس هتنزل بالملايين، وكان طبعا هذا ونزلت الناس بالملايين، والناس موجوده منذ الامس واليوم في تظاهرات مؤيده لكلمة السيد الرئيس، وأيضا مجددة بأنه أمن مصر وسيناء مصرية ولا مساس أبدا بأمن مصر القومي أو بأرضها. تمام حضرتك. طبعا الجلسة الطارئة دي تعبر عما ذكرتيه سيادتك من موقف الشعب المصري. مجلس النواب هو المعبر عن الرأي العام المصري، والكلمات التي ألقيت من كامل الأعضاء من مختلف التوجهات السياسية والحزبية والأيديولوجية في المجلس كانت جميعها تقف على قلب رجل واحد خلف القيادة السياسية، وتؤيد كافة التوجهات اللي يسير عليها الرئيس السيسي لمواجهة هذه الأزمة، وما يتوقع أو احتمال وقوعه من تداعيات. أكيد بندعم الرئيس السيسي بنقف خلفه لاتخاذ موقف مشدد يحافظ على الأمن القومي المصري وعلى الأمن القومي العربي بأكمله. أكيد. اللواء يحيى كدواني وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي مجلس النواب، أشكرك شكرا جزيلا على هذه التفاصيل.